خطير سيتحدث عنه التاريخ وسيسجل في صدر التاريخ. الله اكبر عليك. لا اله الا الله يا ابن عمرو. انا ما نبلغ مثل هينه من يوم تشرق لين تغرب انت ما بالله هدره ومشاكل. يا ابن عمرو ودي يوم من الايام تجيك ما حد يشتكي. عرفت الشيبان حق الديره خصهم هذول. انا جبل صعبا على الناس ترقاه. نفس ماني روضا من ادري ايش يقوله. يا اخي يا ابن عمرو انت خليك صاحب مبدا طيب سامح. اما كل يوم شكوى. اي والله والله طفشتنا يا اخوي كل يوم جاب لنا مصيبه. ابو راشد قلت لي اليوم معه 19 يوم يعني والله الذي لا اله الا انه اشوفه ياتر حتى الشخص اللي يقطع عليه يروح يقتل له ابو راشد. هذا مطيب اصلا مطيب قلبه. بس انا يا رجال انا لا 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 انت انا مستغرب من حاجه. اقرا الرجال ما قلت اقرا كلام صدق. لا اله الا انا رجال مستغرب من حاجه. تفضل. ما ادري الشباب يأيدون او لا. بن عمره كل يوم مشكله. يا اما انت غلطان ولا يعني يغلطون عليك. وش السبب؟ ما قد غلط علي انا. انا ما غلط عليك. انا ما غلط عليك. انا اقصد انه كل يوم في مشكله. لا لا من يوم بدينا زد رصيد. ليه ما يكون هم يتبلونه؟ ليه ما يكون هم يتبلونه؟ هو اللي تبلاني ذاك اليوم. متى؟ ذاك اليوم من الرئاسة. لا في الرئاسة عاد خلاص زودتها يا عبد القادر. نمزح يا اخوي. لا نمزح. لا هذا حق الشاي. اما في الرئاسة انا امزح. وانت وغيرها؟ لا غيرها ما في. ممكن الشباب يمزحون معك يا ابو راشد. ابو راشد انا صرت اتحاشى واجنب. ابو راشد صل على النبي. طيب اسمع 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 خذها من نية طيبة. اقول انهم يمزحون. ما عاد عرفت مزحك من جدك يا ابو راشد. انا والله مثل انا مثل ايش تبي اسوي يا اسطى. انا ما عاد ادري. انت لخبطتنا يا اخي. انا والله ما عاد ادري ايش من الصادق ومن الكذاب. ما عاد اعرف. كبير السن. حشاك يا ابو عمره. لك اتكلم بشكل عام. تقهر تقهر. لا خفقتي على الشباب. تقهر بالمجال. لا لا كبير. روح فارق الساعة يا مسلم ما ابي يا اخوي. ها خلاص ها لازم احرم واطلق وحالتي حاله ويسولون ويجيبوني وتعالوا ويطلقوا بن عمرو. بدينا من اليمين والله ما ابي يا جماعه. بدينا من اليمين والله ما ابي. عندك خلاص امسك يا الربع. دقه هو بعطي اجي اخر واحد. قدم له الخير ما يبغى. لا تردني. لا اله الا الله. هذا لا تردني يا ابو راشد. لا تردني يا ابو راشد. تكفى يا ابو راشد. هو يقول لي ابغاك تكفى. بعد عرفت بسك من جدك هاشم. طيب من حلقي على والله والله مع تقدير لك ويجلك. والله اني ما ابي يا اخوي. والله اني ما ابي. ها الرحمن الرحيم. شوف شوف ايوه. ابو راشد اكتشفت شيء. منك من الكبوش الملون يا ابو. عطني 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 قص قص حنقهر. ابو عمرو اكتشفت شيء قال يعني بكثر لي في استفسار عليك كثير. شاء او مستكشف لك. اسمع ابن عمرو خليناك اخر واحد. ابن عمرو اكتشفت. تكفى يا غازي مش انا بروح. يا ريت لا تروح يا ابن عمرو. هذا قهوه تقهوه في اسقاطات. قلك اخر واحد تقهوه. تكرمت. هذا يا طلع في اسقاطات. من اهلك تدلت لقيه تمسك. اساعدك الا البيت جوال. اكتشفت فعلا ان في ظلم على الرجل هذا. الله يبيض وجهك ابو سعد. القهوه الطيبه. لكن يبشر بالحق وباذن الله ما حد يطلع من هنا مظلوم يا ابن عمره. باذن الله تطلع من نيه طيبه. قول ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله ما حد يظلمك. لا ما حد ظالمني ما عليك من دون عذر. سلموا منها المسلمين. هذا انا احب اللي يظلمني احبه. ايه لاني ادري ان الله قادر على كل شيء. الله قادر على كل شيء. واذا كنت ظالم الناس لازم يا اخي لازم تسايس الامور. مفتري على الناس. اسالك بالله تحطها في ذمتك. لا والله ها اركض ترى قدام في كاميرا صوت وفي عرب. يا ابو راشد الله اللي يفزع. رب الهوز يعني. قهوة زين. انا من يوم ما قعدت في العرب ناجيني في حلقي يا عبد الله. ها شوف من احتمدونك يا الربع يا الربع يا الربع. شفت مالها. انا طالبكم طلبه. انت امر. ايوه الشاي ليف بوجه رئيس القريه. رئيس القريه ان البلا بالراس. لحظه خلينا نتكلم. خلينا نتكلم. تفضل يقدر المشاكل هذا. لحظه اذكر الله. انا طالبكم طلبه يا الربع. اسمح لي صب لي بس قهوه. ابشر ابشر. طالبكم طلبه في وجه رئيس القريه. اقول روح احتزم. انكم تشبون على بن عمرو اليوم. ها انكم تشبون عليه شب ما تخلون له درب. حن حول ولا يا رجال صلوا على النبي. كل من طقت في راسه مشكله راح عند بن عمرو. وش بن عمرو عندكم؟ تم وش بن عمرو يوم كل شويه تروحون تمشكلون معه عشان طيب ويمشي الامور. لا والله تكلم جد. هو صوت كل ما جت مشكله حطها في راس بن عمرو. اكيد من حطها في راس بن عمرو؟ أنا أتكلم. ما أنا قلت عبد الله جليل. أنا حطيتها في راس بن عمرو. بس كل من جاء قال بن عمرو بن عمرو. بن عمرو يجي في وجه المدفع داعي. أنا؟ طيب وش السبب؟ لا لا والله ما وش السبب؟ ها أركض الله يرحم شباب زينا قهوة وشاي خلنا نتقهوى بن عمرو الله يا ريدين الله مهم جمني قدام الكاميرا. ما به يوم من الأيام تجملت.
مرة الله على المشاكل مدن عليك مدن عليك مصايب. لا لا ابن عمره قول لا اله والله يا اخي الكرسي لان ما البارح اسمع تكفى خلني بقول البارح حاجة قلت للشباب اسمع البارح قلت للشباب يا رجال هاتوا مهملين شيبانكم وبيوتكم عشان الواحد يقعد مثل الصندوق على الكرسي روح هناك بالزاوية وتكلم اذر لك موضوع جيب لك سالفة جيب لك فائدة يروحون هناك ويعودون علي وتكلموا علي هذا انا ما انا بن عمره يا ليل وش السبب طيب ابو يا الله صدقهم يشوفون رقبتي وش السبب طيب ابو اي والله اسمع انا والله مستغرب يرجع كل من فكر في شيء ولا مصيبه رجع على بن عمره هل تتوقع انه هو السبب اللي خلى نفسه في الموقع هذا يقول لك يقول في مثل يعني هو اللي حط نفسه في المكان هذا ابن عمره والله والله شوف الرجال ابن عمره بلا هذا ها ابن عمره بلا هذا ايش لها وش غيرها ما انا خير من المثل ما عليك خير ما جاب بين العيد هذا حملك من هريش هذا ترى من طيب شو عندك يا بن عمرو من طيبك يا بن عمرو هذا من طيبك اي من طيبك قلت هذا الله يرحم شيبك ولكن نفس البشريه توصل الى مرحله خلاص ما عاد تتحمل ما عاد تتحمل لكن اقول لك حاجه ما تزعل مني انت بصدق اجي بخربها انت بصدق يا بن عمرو تفضل انت اللي حطيت نفسك الموقع ذا اي موقع في يعني في المكان هذا ان كل من صار معه مشكله ولا حولها عليك ليه انا ما ادري ابو راشد لا ابن عمرو انت اللي فتحت لهم المجال لا هذا انا من وجهه نظري شوف انا اللي فتحت لهم المجال صح والله اليوم بيوقف كل هذا ابو راشد انت بتوقف كل واحد عند حد لا خلني اتكلم امام الملايين من البشر خلني اتكلم طيب يا ملايين البشر ايش رايك فيه تفعلها يا ابو راشد ابو راشد طيب واقولها في وجهه واقولها في قلبه و... لا شك في ذلك لا شك في ذلك يا ابو زيد ظهر الحبوت تعال تعال في هذا الفيديو اولا يا بن عمره ونعم الملايين يمزح الناس ولا في حاجه طيب وعلمك غانم ما شاء الله تبارك رجال كفو ابن عمره ابن عمره طلع اول ابراهيم رحبك عليه انا والله ما نبالي ويحب يمزح لكن كل فالناس تاخذ احنا ابراهيم يا ابوك مو هو ابراهيم صلي على النبي يرجع انا بنوصل النقطه ابراهيم يا مرحبا يا يا اخي ما خلنا ايه تكبر تعال ابن عمرو يا اخي وكنا من لوس انجلوس راشد الله يحييك الله يحفري لك ما شاء الله يا سلام خروي يا اخي تغزغز يا اخي ابو راشد يعني شوكي ارتاح 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 ابو راشد تعال تعال من هنا والله انك يا اخي اضفت الفرحه على اضفت الفرحه على لا بتفوز دري يا ابو راشد هذا يا ابو راشد قول لا اله الا الله ابو راشد تدري احنا ايش اللي نبي نوصل له؟ لا لا النقطه اللي نبي نوصل لها انه كل ما صارت مشكله حطوها في راس بن عمرو تعال سلطان سلطان تعال خش سلطان سلطان تعال اجلس الشباب يقولون اي مشكله تصير انا بالنسبه لي تبى رايي يا ابو عمرو انا قلت والله شوف رايي مشاكل ابو راشد عرفناك لكنك رجال من تالي موازن ليتك ما حكيت لا احبك انا ليتك ساكت ابشر ليت الله فكره في مشاركتك صل على النبي بن عمرو انا اشوف انك انت جعلني ما خلى من قهوتك هو اللي زرع الشيء هذا انت اللي سببت الامور هذه لكن وانت الوحيد اللي تقدر تطلع نفسك منها والله اني اقول يا ابو راشد لك مني تقدير واحترام واجلال وعلى عيني وعلى راسي وزي صل على النبي شوف بحور الحين ما يدري ايش السالفه بنساله لا حد يتكلم ابو حور من هو صاحب المشاكل في هذه القريه ابو راشد بكل امانه بن عمره ابو راشد بكل امانه يقول لك الرجال ابو راشد انا جاي لك يا ابو راشد بكل امانه اي شيء حطوه في وجه لا والله طيب في سؤال ما هو مشاكل ما هو مشاكل دام جيت انت دام جيت انت جدال جدال ابو حور قهوه تقاوى دام جيت إيه؟ قل لهم توضيت ولا لا؟ ما انتم صاحيين توضيت لا 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 نمدح حمد والله ما انتم صاحيين جوجل تعال تعال يا ابو راشد تعال يا ابو راشد ابو راشد زعلت يا ابو راشد والله اني زعلان زعلان امزح الله يا ابو تعال يا ابن عمره هذا ما له ملح ذا هذا قد هو ضغط على الرجال يا رمانه مزعل يا رمانه يا رمانه راح قبل يا اخي من يزعل الرمانه هذا هذا تبي تعرف وش ذا؟ اعطني يدك تبي يا خالد يا هي وش حق عندك طيب هذا لا يا بحور لا بحور هو للفحم اساسا عبد السلام عبد السلام للفحم كذا كذا الموضوع اللي كنا نطاره فيه بحور بعمره يقول كل ما جات مشكله حطها في راسي قلت انا من وجهه نظري انك انت اللي حطيت نفسك في الموقع ذا انا اقول انه هو صاحب الجدال في هذا القريه كيف جدال الجدال
وليس المشاكل. صاحب المشاكل هو ولا الجدال؟ في فرق. لا مع المشاكل. الجدال والله ما هو بصاحب مشاكل. انا اشوف انها يعني لا في فرق يا رجال بين مشاكل ومشاكل هذا ما هو طيب. لا لا الجدال ما طيب. احب الجدال يا شباب انا اسف انا كذا. تدري ايش الاشكاليه؟ ان الناس تشوف الجدالات هذه تحسب انها مشاكل. ابو راشد راعي جدال ونقاش. صح لكن قلبه طيب. لا ما انا قلبه طيب. نفس كلام ابو بس انا اقول بعض الشباب اللي هنا او الاكثريه سمي 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 كلام اليوم سمي سمي يلا سمي سم بالله خلونا يا اخوي بيض احنا ابو اقول يا انت اكبر واحد فينا عمرك انا اذا حد جاء قال لي فلان كذا 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 جيت وقلت له قدام من اللي يسوي مشاكل من اللي يسوي مشاكل انا ما حد ما جاني مني شيء ما جاني مني اصلا المشاكل وتدرون من اساسها ما تتوقعوا منها تكفى مين ابو حور هذا الولد طلال اتقوا شر من قرب من الارض فضل من الله وحمده ومنه لا والله مستحيل هذا هذا مصدر السعاده مين مين ابو حصي خالد الله انت رحت الصبح اليوم سحبت علي سلطان الله حيك سوى الله في حق هذه والله في حق قسم بالله تدري اني ما نمت للعين اسكار قهوه استرح استرح يا جماعه الخير استرح عبد الله المثالية الزايدة يسقي زرع البقرية لا 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 والله اوفر كذا انت لا وصلت للجماهير لا والله نخل يا اخوي كله بصدقي كله صناعي اقول صدقي روح شوف هذه هذه شوفها موية ريست روح روح موية ريست عندك فيصل روح شوف زينة هذيك لا لا هذه اللي في المربع لا هذه لا بناخذ تدري ايش المشكلة ابو ديب الحين موية ريست هذه الناس تسبح فيها وتشرب فيها وتسقي الزرع فيها يا سلام انا عالجتني من امور كثير ما تعرف تسوي دعاية لا لا كنسل كنسل فموية يعني موية جميلة لكن لا تعود مرة ثانية يعني لا تلعب بالماء اللي نشرب منه احنا وادم الزرع له مطر يجي مسمى لكن لا قلت تشغلنا احنا نجي ندور اخر الماء ولكن مسقين به الزرع انفصل ايش جوك انت ايش جوك يا ايش جوك يا اخوي لا تفسخ تفسخ لا في بيتكم يا اخوي اوه النظافة لا 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 النظافة اي سلطان البلدية ويخرب لا انا نظافة المسجد والله ما لك الحمد ادخل المسجد شوف لا بس حق البلديه خلاص لا لا بس ما لك شغل لا هذا حق البلديه انا بشوام عليك لانك اول من بدا انت من بديت شفت هذا هذا الرئيس العادل الله يحفظك ويجعلك رئيس لنا لين ما نطلع حد عليه انا عشان انا ما احقد على احد انا مع الحق كيف شغلي يا عبد القادر انت 100% ايه تختارني كل يوم اختارك كل مره غادي فهد 50% كذا الشارع على مين لان انسان ينام كثير دقات الشارع على مين على اللي يشيل اما غادي فهد وهو ما له شغل في البلديه عليك كلمه راجل الشارع مو عليك علي انا بس انا اوريك اذا ما وسخت الدنيا واعده في الصميم حتى ان الجاكيت حق الشغل قاعد يكشخ فيه والله هذا ستايل هذا ستايل شيء لو درى عبد القادر ما بياخذ